وتنمو شعيرات جديدة. ستلاحظون أن الشعر بدأ يصير كثيف. السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سنعمل وصفة للتخلص من تساقط الشعر. إذن هي وصفة سهلة جدا، يمكن عملها بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على بعض الأعشاب التي أستعملها في وصفات أخرى. هي بمكونات يسهل إيجادها وموجودة في مطابخكم. إذا نعرف أن تساقط الشعر أصبح يعني أمر مزعج بالنسبة للرجال وحتى للنساء، وذلك نتيجة العديد من العوامل التي تجعل الشعر يتساقط، بما في ذلك سوء التغذية وفقر الدم بالأساس، وكذلك التغيرات الهرمونية التي تصيب النساء. وحتى بالنسبة للرجال يتفاقم الأمر نتيجة الفروة الدهنية، نتيجة هرمون التستوستيرون، فيتساقط الشعر بشدة وقد يصل الأمر لدرجة الصلع. إذن هذه الوصفة سهلة وبالمداومة عليها ستتخلصون من مشكلة تساقط الشعر. إذن لعملها سنحتاج للفلفل الأخضر الحلو، طبعا ليس يعني الحار، فلفل أخضر. إذن هو من الخضروات الطبيعية التي تتوفر على كميات جيدة من أغلب الأملاح المعدنية والفيتامينات، وهو مفيد جدا للشعر بحيث ينشط الدورة الدموية في الرأس ويساعد في التخلص من مشاكل الصلع وتساقط الشعر. وسأحتاج أيضا إلى الجزر، جزرة متوسطة فقط. هو أيضا مليء بالفيتامينات والمعادن وله العديد من الفوائد فيما يخص صحة الشعر. يحتوي الجزر على تركيز عالي من فيتامين A الذي يساعد على تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس، وقد يسبب طبعا نقص هذا الفيتامين في الجسم فقدان الشعر. إذا انتبهوا لهذه النقطة أيضا، بحيث يجب أيضا يعني أكل واستهلاك الجزر يوميا لمن يعانون من مشاكل في الشعر، يعني حبة جزر وحبة خيار يوميا طيلة شهر فما أكثر، ستلاحظون يعني أن المشكل بدأ يخف. إذا أيضا الجزر يسرع من نمو الشعر من خلال إنتاج دهون الفروة الصحية، يحسن من قوة الدورة الدموية بالتالي يحفز من نمو الشعر، وكذلك يقوي الشعر ويمنع تقصفه وتكسره، كما أنه يحمي من تأثيرات العوامل الجوية مثل أشعة الشمس، الثلوث والغبار، وكذلك يساعد على معالجة إكزيما فروة الرأس والطفح الجلدي والتهاب الجلد. إذن هو مهدئ ويعمل على القضاء على كل المشاكل التي تصيب فروة الرأس. وكذلك سأحتاج لزيت الزيتون من الزيوت الرائعة جدا للعناية بفروة الرأس والشعر أيضا، ومكون رابع وهو زيت اللوز العدب أو الحلوم نفس الاسم. إذن هو رائع جدا سواء للبشرة وحتى للشعر، يعمل على تهدئتها وعلى علاج كل مشاكل الشعر، وطبعا يرطب الشعر بشكل مذهل ويلمعه. إذن لنمر لعمل هذه الخلطة الرائعة جدا للتخلص من تساقط الشعر. إذن أول شيء سنقوم به هو طبعا إزالة القشر من على الجزر. والأمر الثاني هو أنني سأقوم بتقطيع الفلفل الأخضر. يقطع إلى أطراف صغيرة. ثم نقوم ببشر الجزر.
إذن في إناء نضع كمية من الماء، ونأخذ إناء ثاني كاسرولة ثانية نضعها في الإناء الأول، لأننا سنقوم بتسخين الكل في حمام مريم. ثم سنضع مبشور الجزر مع مكعبات الفلفل، يمكنكم تقطيعها أرق إن شئتم أو حكها لملا أيضا، لكم الاختيار. إذا سأضعها أولا، ثم الخطوة التالية هي أنني سأضع زيت الزيتون. إذا قلنا حبة فلفل متوسطة مع حبة أيضا جزر أو جزرة واحدة متوسطة، وسأضع مقدار كمية من كأس صغير من زيت الزيتون بالنسبة للجزرة والفلفلة المتوسطتين. إذا مقدار كوب صغير، مقدار كأس صغير من زيت الزيتون، وطبعا زيت اللوز سنضيفه في ماء بعد. ثم نقوم بتسخين الكل جيدا في حمام مريم طبعا كما قلت. تتركون هذا الخليط فوق النار، يعني يسخن عبر حمام مريم، مدة 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، يعني حتى ليسخن الزيت جيدا وحتى تتبخر نسبة كبيرة من الماء الموجود في الفلفل وفي الجزر. إذا كما ترون هي الآن بدأت بالغليان، اتركوها تغلي جيدا كما قلت من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة حتى تسخن العناصر جيدا وحتى تستخرج كل المواد الفعالة في الجزر وفي الفلفل الأخضر. إذا بعد تسخينه جيدا نكون قد حصلنا على هذا الخليط، سأضعه في هذه الأنية حتى تروه جيدا كيف أصبح. طبعا يجب الاحتفاظ به ليوم كامل، يعني دون تصفيته يبقى يوم كامل مرقوعا هكذا، يعني الزيت والفلفل والجزر بهذا الشكل. إذا نحتفظ بها هكذا منقوعة يوم كامل كما قلت. طبعا يجب أن تقوموا بتغطيتها، وضع يعني ورق ألومنيوم أو أي شيء آخر أو حتى أي آنية أخرى، وتحتفظون بها في خزانة المطبخ، وبعد مرور يوم كامل تقومون بتصفية الكل والحصول على الزيت. إذا هذا الزيت تقومون بتطبيقه على كامل الشعر، هو رائع جدا ومغذي للفروة ككل وللشعر أيضا. تتركونه لمدة ساعة كاملة على الشعر، طبعا يمكنكم تغطية شعركم بقبعة بلاستيكية أو يعني البلاستيك الغذائي حتى يتشرب، يعني تتشرب فروة الرأس كامل الزيت وتستفيد من كل فوائده. وبعد ذلك تقومون بشطف شعركم بشكل عادي، تكررون العملية مرتان في الأسبوع وذلك لطيلة 3 أشهر إلى أكثر، وستلاحظون نتائج رائعة جدا بحيث يخف التساقط بشكل مذهل، وأيضا يصبح الشعر أنعم وتنمو شعيرات جديدة. ستلاحظون أن الشعر بدأ يصير كثيف أكثر فأكثر بالمداومة عليها. إذا كانت هذه وصفة اليوم الخاصة بالتخلص من تساقط الشعر، هي سهلة ولا تتطلب الكثير، بمكونات يسهل إيجادها والكل يتوفر عليها. هناك شيء آخر لم أضيفه بعد طبعا، هو زيت اللوز الحلو، لا تنسوا ذلك، يجب إضافة ملعقة كبيرة لهذا الخليط طبعا بعد تصفيته والحصول على الزيت فقط، لا تنسوا ذلك، ملعقة كبيرة تضيفونها إلى الخليط وتحتفظون بالكل في قارورة معتمة. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بخلطة اليوم الخاصة بالتخلص من تساقط الشعر، لا تنسوا لايك وشير لمشاركتها مع غيركم، وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا موقعنا وصفحتنا على الفيسبوك، وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.